سعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ليحيبنا ويشجي آذاننا بكلماته المعتادة، فمرحبا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا، طاب صباحكم. لا أجد الكلمات المعبرات عن هذا اللقاء التحفة في هذه الجامعة الفتية أمام هذا الحشد الكبير من الطالبات والطلبة الذين تشرئب أعماقهم لهذه المحاضرات وللتحف التي سوف تلقى عليها. فأنا لكم شاكر أنني أمامكم جميعا لهذا الحضور المكثف، وكل التحايا أقدمها لكم، وأخص سيد مدير الجامعة أستاذ عبد القادر، وأخص نوابه ورؤساء المعاهد أو الرؤساء، نعم، الكليات عفوا، الكليات، وبخاصة الأستاذ عبد الجليل مذكور الذي حظينا إسحاق عبير بهذه الحفاوة الكبيرة التي شعرت بها بأن الجزائر واقفة بأمثال هؤلاء المسيرين الذين يقودون الجزائر إلى التألق. وكل الشكر يمتد لزميلاتي وزملائي الذين حضروا من مختلف الجامعات الوطنية، وكلهم ألق، كلهم من الذين صنعوا مجد الجامعة الجزائرية، ولولاهم ما كنا لنكون، ولولاهم كذلك ما كنتم لتكونون أنتم، لتكونوا أنتم أيها الطالبات والطلبة. إذا إخواني، كل الشكر للإخوة الذين أسهموا وحضروا لهذا الفعل الثقافي في هذه الجامعة، وبخاصة الذين ينقلون أصواتنا ويكونوا من المنتشرين الذين يتابعوننا عن طريق الفيسبوك أو التوتر أو كل هذه الوسائل التي تنقل ما نقوله أمامكم. إخواني، كل الشكر مرة أخرى للسيد والي الولاية الذي حظينا هذا الصباح باستقبال حار، وهذا استقبال بمعنى استقبال لجلالة الملكة اللغة العربية، ليس لشخصي بقدر ما نقول إنه من السرور الذي ننقله إلى من يهم الأمر بأن المسيرين على مختلف الولايات فهم من الناس الذين في مستوى هذا الحدث. إخواني، ماذا عساني أقول في هذا الموضوع؟ في الحقيقة كلمتي إن شاء الله سوف توزع عليكم جميعا إن شاء الله، ثم أريد أن أقف عند بعض النقاط. النقطة الأولى وهي إلغاء الاتفاقية